السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لفيديو اليوم كما وعدتكم غادي نديرو تنظيف لماكينه الخياطه ولا آلة الخياطه. كما كتلاحظوا هي مليئه بالغبره، هذيك الخيوط والثوب كيطلق ديك الغبره كتبقى تما وكديرنا عده مشاكل للالات الخياطه، منها انها تبقى دير واحد الصوت، منها انها تبقى تقطع الخيط، تبقى دير الخيط من التحت. فغادي نتحناو حنا من هاد المشاكل، فغادي ناخذوا الماكينه ديالنا وغادي نمسحوها على حقها وطريقها مزيان مزيان مزيان، وندرو لها الزيت. بطبيعة الحال الزيت ماشي اي زيت، واحد الزيت خاصه كناخدوها من عند بائع، من عند المحل اللي كيبيعوا فيه مواد الخياطه، ولا من عند اللي يصاوبوا الماكينات. صافي، هذا الشيء اللي كاين. غادي نحلو الماكينه ديالنا وغادي نمسحوها مزيان، وغادي نديروا لها الزيت، نطلعوا هاد الشمش النهار كامل والغد ليه، غادي ولا المساء ولا في الغد ليه، ولا غادي نجيبوها وغادي نمسحوها عاوتاني، نعاودوا لها مسحه خفيفه ونردوا لها لي بياس ديالها كاملين، وتكون هكذا الاله ديالنا جاهزه. انا غادي نخليكم مع الفيديو بالتفاصيل ونتلاقاو من بعد. عرفني تايه فيا بالعرض بسيطة فعلي يوبلو مشتو وانا وانا بلا تلاش فاني كر زنا تبت القلب لحنانا شكوب حالي انا وانا وانا بلا تلاش فاني كر زنا تبت القلب لحنانا شكوب حالي انا هنا كما كتلاحظوا جبدنا مجموعه من بقايا الخيوط والغبره اللي كاينه لداخل. بهذه الطريقه احنا غادي نكملوا كامل وغادي نتلاقاو من بعد. فنتمنى انكم تكملوا الفيديو ونتلاقاو في اخر الفيديو ان شاء الله. خليك ليلي يا غزالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا غزالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت بالي يا حبيب الروح. وانا وانا بلا تلاش تاني في الرزانة صفت القلب لحنانة شوف حالي انا. وانا وانا بلا تلاش تاني في الرزانة صفت خليك ليلي يا غزالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا غزالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا بلا تلاش تاني في الرزانة صفت القلب لحنانة عشيري. هلا معايا في وقت الشدة عليا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا، عرفني تايه فيا، بالعرض بتخاف عليا وبلوم شطور. وانا وانا بلا تلاش فاني في الرزانة طيبة القلب ولحنانة شكون حالي انا. Thank you.
خليك لي ليا بسالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي ليا بسالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب تكونوا استفدتوا وغادي تشوفوا الفرق ما بين الاول وما بين الان، يعني واحد الفرق كبير بزاف لما حيت النظافه نتاع الماكينه ولا من ناحيه الخياطه، غادي تلقاو فيها واحد الفرق كبير. نتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ما تنساونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس. بالنسبه للجديدات ما تنساونيش من اشتراك القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. خليتكم في امان الله والى اللقاء.